من لبنان وتحديدا من مدينة صيدا، وهي مدينة على البحر. زي ما انتم شايفين في وراي قلعة صيدا، وهي اهم معلم لهذه المدينة الجميلة. انبنى من 1227 وكان اسمها هاي المنطقة صيدون، بعدين مع الايام والسنين والزمن صار اسمها صيدا. قبالي على الجهة الثانية في سوق القديم. سوق القديم كله محلات قديمة وفيه مطاعم متنوعة بأشكالها وأنواعها، وأنا هلا راح أخذكم معاي مشاً على الأقدام نشوف إيش في مطاعم راح أجربها وأورجيكم إياها باليوم بشيف مان بلبنان. سلام يا وردي يا وردي يا وردي يا وردي يا وردي. سمشي هذا أول محل دخلت عليه قبل السوق. كيفك؟ شو أخبارك؟ كل شيء بحطوه على البركة، كل شيء رش، كل شيء على البركة. أنا بدي واحد على ذوقك عمي أبو رامي. هاي ليلي الشام يا أبو رامي، ولا حتى طلبت منه بس شاف كاميرا ودخلت عليه قال لي هاي ليلك، وقلت له هاي ليلي. معنا هي أول سندويشة، يعني أنا لسه ما بلشتش، يعني لسه ما دخلت على صيدا وهي أول سندويشة بدي أجربها. معقولة؟ يا سلام، حبة الفلافل كبيرة وغنية وضخمة. نقول لنا كمان لقمة ونروح نكمل لفتنا نشوف ايش في كمان شغلات، كيف نكملها هاي. شوف لي هالحبة، جد تتاكل لحالها. اسمع، كيفك؟ شو اخبارك؟ تمام؟ وين في محل مناقيش قوي؟ حكاوي اسمه؟ تفضل. ايش اسمه؟ معقول شو فيها في محلات؟ تخلصش. بدي اجرب، بصير اجرب. ذوقني لو سمحت عمي. اسمها سنيورا؟ سنيورا اي حاجة. اصبر شوي، مهضومة. انت المهضوم. اهلا وسهلا. بدي ادوها بس ورجيني كيف. عمي ابو ايش؟ ابو محمد. ابو محمد انا بدي ادوق. انا بدي ادوق. ايوه اسمع، حلوم بس. نعم، قطايف بحلوم. قطايف بحلوم. القطايف عندك اياها انت؟ اوه، على ارث كبير بعملها قطايف الحلوم. بسم الله بسم الله.
من بدي يجوك كمان بوسه. مع السلامة عمي. شكرا. سلم ايديك. مزنن. الجبنة لحالك قصة. طيب. بلشنا بالقطايف. دقناهم زاكين. كيفك؟ بدنا نفطر. اهلا وسهلا. اعطينا منقوش هيك على ذوقك. ايش في عندك منقوش زاكية؟ بصير نصور وانت عم تعمل بيضة بشوان ولا صعب؟ طيب ايش؟ تعال خلينا نصور كيف يعمل بيضة بشوان. عشان فخم 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 تنفخ عم تنفخ بسرعة بسرعة بسرعة. شوف كيف عم تنفخ الخبزة؟ تنفخ هلا كاملة. هاي أول واحد. آه باي. ارفع 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 ارفع. فرن الأصدقاء بإدارة أبو عزيز. حاضر. أطيب منوشي بصيدا. حاضر. حبيبي. هيك حكيت أنت. ما راح أحكيها أنا. لأنه نفسك طيبة. حبيبي صحتين حبيبي. والمنقوش لسه أطيب. شوف لون المنقوشة كيف سخنة زي النار. قوم معايا. خبزة خبزة طلع خبزة كيف نفخنا من الشوب نفخنا. فطور ملكي. يعني مش عارف ليه قررت اجي اصور الصبح بصيدا. يعني حتى واحنا ماشيين بين البيوت وبين المحلات الصغيره قلت لهم خلاص مش قادر بكفي 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 خذوني على محل اجرب اي شيء فيه برد بوظه مشروب برد اي شيء برد دلوني على محل اسمه حلويات جروميه في الحد جوا هلا بدي اعرفكم عليه واقف على سدر الكنافه مش عارف ليش عمل سدر الكنافه مع اني جاي اصور عنده بوظه بس نزل لي سدر الكنافه جديد راح اجربه واحكي لكم عنه مرحبا عمي هلا وسهلا كيفك شو اخبارك حبيبي الله يحفظك تفضل انا جاي اجرب عندك بوظه ليه انت بتصنع بوظه 1982 طيب بدك نجرب هالكنافه ولا تاخذني جوا تورجيني كيف تعمل البوظه تفضل هون وهنيك تفضل الحج هون بصنع البوظه الصح تعالوا معي هلا عمي ابو لطفي بده ياخذنا جوا اورجينا كيف بصنع البوظه عنده بالمصنع الصغير الحلو معلم وليد يا سلام عليك وهاي ايش هون بتبرد البوظة انت قاعد هذه شمادي اسمها شمادي حلو ايش في خلطه جوا عم تعملها فستق تعال ورجينا كيف خلطه الفستق عم بعملها صورنا اوه يا سلام ها عادي صار لك شيء عادي عادي صار لك شيء لا 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 دقيقتين بيجي كهرباء طيب ايه رجعت الكهرباء يلا ما
هنا ايش في عندك كمان؟ مانجا، ليمون، مانجا، فانيلا، شوكولاتة. طب سلام. طيب هي بسكوت عاديه بس لها شكل ثاني، بس بالعربي بس قديمه شكلها حلو. اوكي اوكي ايش بدك تحط لي اول شيء؟ نجرب ال هلا بدنا نجرب الفستق. الفستق طبعا في عندك، احنا عندنا التوت، عندنا مميز توت، توت مميز عندنا، يعني اذا بدك تاكل توت فستق، توت شوكولاته قشطه توت شوكولاته. يا سلام كيف بنيتها، يا سلام كيف بنيتها. طب دقيقة شوي، بدي اياك كمان مرة تعمل لي نفس الحركة بس على الكاميرا هون. شوف شوف، مش معقولة. ايوه يا سلام عليك. شو كيف بتغطها؟ بمسكها بتغطى هيك. ايوه بتمسكها بتغطى هيك. ايوه بتمسكها بتغطى. شو هالبوظة؟ شو هالبوظة غير شكل؟ عمي محمود سلم ايديك. ايديك سلمي. سلم ايديك عمي محمود. ايه بس خلينا نصور هاي. كيف؟ وين طب وين بلش فيها هاي؟ بلش فيها من فوق. من فوق من فوق من فوق من فوق. ايوه. عبي الوان ثانية، عبي الشباب الوان ثانية. شو هاي البوظة غير شكل يا زلمة؟ شو البوظة هاي؟ لا بوظة مميزة فعلا، جد بوظة مميزة، بوظة طيبة. بعدين بتنط هيك شكلها مشهي، مش عارف يعني. عم بحاول عم بحاول الاقي شكل يظبط مع هاي البوظة، مش قادر اعرف شو هي. يا سلام. هذا محل كان لازم اول محل ابلش فيه، من كمية الشوب الهائلة اللي اكلناها على الطريق اللي عندك. والحمد لله اني انا دليت عليك عمي محمود. محلك بجنن ومطل على البحر، والاهم من هذا كله نفسيتك الاحلى. الله يبارك فيك. فكيف البوظه اللي عندك؟ بضل منكم. الله يسعدك حبيب قلبي، انت ما قصرت، برافو عليك. يعني شيء بشهي بشهي بشهي. وفعلا فعلا ختام هاي الحلقه ختامها مسك بوظه، طعم، شكل، شو ايش، مش عارف شو احكي. فعلا في اطعمه انا مجربها، يعني الخليط بين الشوكولاته والقشطه والتوت فستق. قول قول عمي محمود، اذا جيتوا على صيدا امرقوا عليه، محله اسمه جروميه اللي هو عيلتك. اليماني. اليماني. والنعم عمي، والنعم. نعم. واشوفكم حلقه جديده من شيف مان بلبنان. انا تيمور موج. لسه مكملين احنا بلبنان. إذا حابين تشوفوا حلقات تانية ما تنسوا تعملوا سبسكرايب.